بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم دكتور أحمد، منتديات الديال ديزاينر. طبعا ده إن شاء الله هيكون الدرس الأول من ورشة برنامج كتب داي ميديا ستوديو. قبل ما ندخل في شرح البرنامج وكده، طبعا أنت محتاج هتنزل البرنامج. تمام، البرنامج مساحته 49 ميجا. تمام، انت ممكن بتنزل النسخة التريل بتاعته من الموقع الرسمي بتاعه، autoplay.org. تمام، بتخش على داونلود، طبعا الاصدار الثامن احدث اصدار. تمام، ممكن هو مديك انك بتنزل النسخة من الاستوديو 8 بيرسونال اديشن. بتسجل طبعا البيانات بتاعتك. تمام، يا بتكتب الكود وتقول له اكسبت، بيبعت لك على ايميلك النسخة، رابط للنسخة، بيبعت لك معاها سيريال. ده كان اخر حاجة انا جربتها يعني من فترة. بعد كده بدأت انزل النسخ اللي هي البيزنس وكده يعني. تمام، المهم انت سواء هتنزل دي او سواء هتنزل دي، انت هتسطب البرنامج عادي. تمام، بعد كده بتكتب بالطريقة اللي بتحب، سواء من خلال السيريال اللي اتبعت لك من الموقع، او مثلا سيريال تاني، او يعني لو من ضمن الناس اللي بتستعمل الكراكات وكده والباتشات وكده. المهم انت بتظبط امورك. تمام، بعد ما تسطب البرنامج، في حاجات طبعا احنا عاوزين نقولها مهمة عشان البرنامج يشتغل معاك بكل بساطة بدون أي مشاكل. طبعا انت أكيد بتسطب عندك الفلاش بلاير. تمام، هتسطب الفلاش بلاير عندك، سواء الـ IE والـ Non IE اللي هو الـ Internet Explorer أو الفايرفوكس وباقي المتصفحات. يستحسن انك تسطب برضو أدوب إير. تمام، ويستحسن برضه هتسطب للناس اللي تعرف حاجة اسمها مايكروسوفت دوت نت فريم ورك. تمام، بتشوف آخر إصدار منه وتسطبه وكده، طبعا عشان برضه احتياطا يعني. ما جربتش البرنامج بدون ما أسطب الجافا، بس احتمال برضه تسطب الجافا عندك. اهم حاجه في وسط ده كله، والبرنامج هيقول لك لو الحته دي مست عندك ومش موجوده في الجهاز عندك، هيقول لك اول ما تفتح هيقول لك انا مش عارف انك او مش شايف انك مسطب عندك الكويك تايم. هتسطب الكويك تايم سواء النسخه الفري او ان لو حتس لو حبيب النسخه البروفيشنال اللي بتكون نازله مع البلاير وكده يعني. بتسطبها عشان البرنامج لو حاطط اي فيديو في البرنامج مش هيعرضه غير ما تكون عندك الكويك تايم مسطبه. طبعا انت بتسطب البرنامج عادي وكل حاجه، مراحل التسطيب سهله ويعني ومش هبينها لان انا مسطب البرنامج جاهز عندي كل حاجه. بعد ما تخلص التسطيب بتفتح، بنزلك ايقونه بتعلك الشاشة بتاعته، دي شاشة البرنامج. الشاشة الترحيبية هنا، وفيها 3 حاجات: يا إما تعمل مشروع جديد create a new project. تمام، يا إما لو أنت شغال على مشاريع قبل كده يقول لك open. لو عندك مشاريع قبل كده ممكن هنا بتشوف آخر مشاريع اشتغلت عليها، أو بتقول له كده، بتقول له بتفتح بتدوس هنا بتقول له طبعا هيجيب لك اخر مشروع اشتغلت عليه. لو بتعمل باك، لو عندك مشاريع تاني هيجيب لك المشاريع دي. يعني مثلا لو زي مثلا فرضا يعني خدنا المشروع ده وفتحنا كده، بيفتحه لك. تمام، انا بس هوريكم المشروع، بس دي طبعا مش مطلوب منكم دلوقتي يعني، بس لمجرد بس المعاينة. ده شاشة المشروع. تمام، بس بتقول له لو عايز مثلا هتقفل المشروع ده. تمام، بتفتح تاني. تمام،
هنا بيقول لك افتح اخر مشروع انت اشتغلت عليه. تمام. طيب احنا في الاول طبعا هنقول create a new project. تمام. هنا بيجيب لك التمبلات او مشاريع جاهزة زي ما تقول انت بتختار منها وتعدل عليها. تمام. يعني ممكن تعمل حاجة خاصة بالاوديو، مشروع خاص كده بالاوديو زي بلاير، حاجة زي كده، في حاجات زي انستولر زي الويندوز. تمام. في حاجات تبع الشركات او مثلا سي دي بيزنس كاردس وحاجات زي كده، في برضو انستولر، في حاجات زي كويز وحاجات زي كده. بس لو انت عايز تبدأ من الصفر بتختار بلانت بلانك بروجكت، مشروع فاضي خالص، بتسميه بس بتدي اسم المشروع بتاعك ايديال دي ديزاينر مثلا. تمام. وتدوس اوكي، بيفتح لك ده انا اللي بسميه مسرح العمل. كل حاجة بتحصل بتعملها انت بتظهر هنا في المساحة دي. طبعا انا مش هخش طبعا هشرح كل قائمة دي بتعمل ايه وكذا، لا انا هشرح بطريقة انك هتحس ان كل حاجة مترابطة مع بعضها. انا بشبه البرنامج زي ما قلت كده كأن مسرح ساحة عمل. تمام. ساحة عمل دي مكونة من صالات. تمام. هو بيديك افتراضا بيفتح لك اول صالة منها او بيفتح لك اول مجال عرض، بيفتحه لك احنا بنسميه بيجز اللي هي صفحات. تمام. بيجز او بيفتح لك بشكل افتراضي الديفولت بيفتح لك صفحة واحدة. تمام. دي الصفحة الاولانية. تمام. كل الشغل انت هتشتغله هيظهر هنا، سواء بيضيف مثلا اوبجكت، صورة، ازرار، عناوين، اي حاجة تظهر هنا. تمام. هنمسك طبعا من فوق القوائم دي زي اي قوائم لاي برنامج. هنا طبعا الفايل هتفتح ملف جديد نيو اوبن فايل بتاع مشروع قبل كده، سيف وسيف از واكسبورت والبروبرتيز وكل حاجه. تمام. اديت القائمه دي انت بتعمل اديت منها لاي اوبجكت عندك. يعني انت مثلا فرضا طبعا انت هتلاقيها دي مش متنشطه. تمام. مثلا انا بس هعمل حاجه مثلا بس ما مت... انا بس لمجرد الايضاح بس. تمام. وديها بوتون تاني. تمام. اول ما اتعلم هنا ودوس اديت هتلاقي في حاجات اتنشطت هنا. تمام. قائمة اديت دي انت بتعدل منها اي حاجة في اي اوبجكت او اي حاجة عندك جوه البيج بتاعتك. تمام. بتعلم بس بتهزر طبعا، في حاجات مش متنشطة وفي حاجات متنشطة على حسب الـ الموجود عندك على مسرح العمل بتاعك. تمام. alignment يعني ايه؟ alignment يعني زي ما اقول لك المحاذاة، يعني علاقة الحاجات الموجودة على المسرح بتاعك ببعضها. تمام. دي بتظهر لما يكون مثلا عامل select لأي أكتر من عمل بتظهر طبعا، دي بتتنشط طبعا. دي انا مش هشرح فيها دلوقتي، هخليها الوقت، بس انا بقول لك القايمه دي بتعمل ايه. تمام. القايمه دي بتعمل مثلا الاينمنت، محاذاه لاي عناصر او اي اليمنت عندك على المسرح بتاعك. تمام. بمجرد انك بتشيل التنشيط ده كله ما بيبقاش مفعل. بيجز او بيج. تمام. دي من القائمة دي بتتحكم في البيجز او في الصفحات اللي عندك، سواء بتعمل هتعمل بيج تاني انسيرت، بتحط بيج برضو دوبليكيت كأن بتعمل نسخ او بتعمل نسخة من البيج بتاعتك الحالية، الرينج بترتب، بريفيو بيعمل لك معاينة للصفحة ودي مهمة جدا، معاينة الصفحة غير معاينة في المشروع، والخصائص. تمام. بعد كده في حاجة اسمها دايلوج. تمام. ودايلوج دي نجيها في وقتها. تمام. دايلوج دي عبارة عن حاجة مصغرة من البيج، بتفتح بشكل مستقل عن
البيج بتاعتك. يعني انت ما تكون مثلا عامل اكتر من بيج، انت بتنتقل بين البيج والتاني، بتنتقل بين الصفحة والتانية. الدايلوج دي انت ممكن تكون فاتح البيج وتفتح الدايلوج في نفس الوقت كشيء مصغر، يعني كاستعانة. انت مثلا بفكرة مثلا عاوز تفتح دي، بتاخد مثلا في مثلا كلام معين هتحطه مثلا في الدايلوج ده او حاجة زي كده، فتبقى الدايلوج مفتوحة عندك مع البيج، تمام. او ممكن تنتقل بين، يعني على حسب الشغل بتاعك. اوبجكت دي هنا القائمة المهمة جدا جدا، اللي من خلالها هنضيف، اللي هي بتحتوي على كل العناصر الموجودة عندك، والأوبجكت والإليمنتس اللي عندك في البرنامج. طبعا أنا مش هخش في كل حاجة دلوقتي من أول درس وأقول، بس أنت من هنا بتضيف، يعني أنت مثلا بتضيف مثلا هنا مثلا بوتون زر صورة ليبل مكان عبارة عن مكان نصي باراجراف وهكذا. فمن هنا انت ممكن بتجيب كل حاجة بمجرد، بس مثلا انا هديك مثال بسيط. لو قلت له مثلا هات لي فيديو، تختار الفيديو مثلا، نجيب حاجة اسهل من كده. مثلا هات مثلا ويب، بيقول لك ماشي اوكي، ده اسمه element اتحط عندك في شاشة العمل، تمام. بس اول ما تضغط الايمنت، يعني مثلا زي ده مثلا اتحط عندك شاشة العمل برضه، تضغط بينزل لك الايمنت بتاعك على المسرح او في البيج بتاعتك، تمام. قائمة بروجكت دي خاصة بكل حاجة خاصة بالمشروع بتاعك، يعني مش بالبيج بس، لا دي هنا خاصة بالمشروع ككل. السيتنج بتاعت المشروع، مينو بار، لو بتضيف مثلا اوديو المشروع بتاعك، او اول ما يفتح، او مثلا اوديو هيشتغل على كل المشروع بتاعك، هيشتغل من خلال هنا. ستارت اب موفيز، لو حتى مثلا هتحط فيديو تقديمي المشروع بتاعك. الاكشنات، يعني انت في حاجات طبعا خاصة بلغة البرمجة وكده، يعني اول ما يفتح المشروع، اول ما يفتح المشروع انت بتضيف اكشن معين يظهر او حاجة زي كده. فالقائمة دي خاصة بالمواصفات او كل حاجة خاصة بالمشروع ككل. يعني اللي يفرق القائمة بتاعت البروجكت عن البيج دي الخاصة بالبيج بس، بيج 1 بيج 2 بيج 3 4 وهكذا، دي خاصة بالبيجز بس، هنا دي خاصة بالمشروع ككل. الببلش معناها النشر. في عندك انت بتعمل، يا اما بتعمل انت بريفيو بتشوف شغلك قبل ما تطلعه، يا اما بتعمل بيلد، يعني بتعمل زي احنا ما بنقول في اللي بيشتغل مثلا على افتر، او بيشتغل مثلا في فوتوشوب او اي حاجة، او فلاش، بتعمل ريندر او بتعمل اكسبورت للمشروع بتاعك. فهذه دي معناها هنا بيلد. البريفيو انت بتعمل معاينة للمشروع بتاعك، يعني مثلا لو طبعا دي هنا الاختصار اف 5 اف 7 جزء اف 5 بيعمل لك معاينة للمشروع بتاعك بالظبط، اسم المشروع طبعا اهو معاكس. طبعا طبعا ببلش دي مش البيلد مش هنجيلها دلوقتي. الفيوز اللي هي عبارة عن بتحط المكان او القائمة اللي بتضيف منها، كل بتحكم في الازرار هنا وفي القوائم اللي ظاهرة هنا واللي تحت والبروبرتيز، كل ده بتظهر او بتخفي من هنا. يعني مثلا في مثلا هقول لك مثلا في التول بار بيقول لك مثلا هنا مثلا متعلم الاوبجكت، لو شلت الاوبجكت هيختفوا من هنا، دي هنا الاوبجكت، تمام، وهكذا. اوبجكت رجعناه، تمام، وهكذا. مثلا هتعمل برضو كده وتختار مثلا بيجز، هاي اي حاجة اللي هي البيجز دي حط هنا، تمام، هتشيلها برضو بنفس الكلام، تمام. هنا مثلا القائمة او هنا ظاهر كل مثلا كل حاجة او كل الملفات الخاصة بالمشروع بتاعك، تمام. عايز مثلا دي هنا متعلم عليها، تمام. عايز السيستم بدل
بدل البروجكت بتاعك، فهيجيب لك كل حاجة في السيستم عندك، هيوضحها لك هنا في النافذة دي، تمام، مش عاوز دي مثلا، هكذا. هتشيل مثلا، هما طبعا اتعلم على هما الاتنين يعني. هنا بص من تحت عشان ما ننساش برضه، ادي السيستم وادي البروجكت، تمام، بتقلب ما بينهم بكل سهولة، تمام. عايز وتشيلها برضه نفس الكلام، بتشيل السيستم وهكذا، هيبقى لك بروجكت وهكذا. بتجيب طبعا كل حاجة من هنا، بس طبعا وهنا طبعا الوردز اللي هي المسطرة، الجايد لاينز، السناب. سناب يعني زي ما اقول لك، ما تكون لو انت شغال فوتوشوب او اي حاجة، بتكون مثلا عامل طبعا انت عامل جايد، فاي اوبجكت بتقربه من الجايد بتاعك فبيعمل سناب، يعني جذب للمكان اللي انت حاطط فيه الجايد بتاعك، تمام. التولز دي حاجات بتبقى في حاجات مضافة مع البرنامج من خلالها، مثلا بتعمل مثلا أزرار معينة، ف بيفتح لك تول جوه البرنامج من خلال البرنامج بيتحكم فيها يعني. بس مثلا السكريبت اديتور، لو انت ليك في لو انت ليك في اي لغة برمجة او في الاكشن سكريبت، ده الاديتور بتاعها. سكريبت اكسبلورر برضه، وهكذا. هنا البوتوم ميكر، اوبتمايز ريسورس، يعني لو عايز بيقول لك لو في حاجات انت عندك مثلا، طبعا يعني المفروض دي انا مشرحهاش دلوقتي، بس انا بوضح لك الاماكن بتاعتها يعني. دي انت مثلا لو حاطط مثلا زر، وحاطط مثلا ملف فيديو او اي حاجه، بعد كده قررت انك ما تستخدمهوش فشلته من البيج، يعني انت لو كاليمنت، يعني اقول لك مثلا دلوقتي انا مثلا حطيت، انا كنت حاطط مثلا زرين قبل كده وحذفتهم، حطيت مثلا ده، تمام، بعد كده رحت شايله من هنا، تمام، هو بيتشال من البيج، لكن بيفضل قاعد في الملفات بتاعة البروجكت بتاعك. فمن الاخر بعد انت ما تشطب وتفنش المشروع بتاعك، بضغط الزر اوبتمايز بتقوله طبعا حدد لي اي حاجة، لو ملفات اوديو، لو ملفات ازرار، لو دوكيومنت، لو اي حاجة مش بستخدمها، نزل اوكي. بيعمل بحث وسيرش، يقول لك والله انت عندك ده وده 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 ده ده كله ده مش مستخدمين. طبعا بيتيح لك انك بتشيكهم كلهم وتلغيهم، او لو في حاجات انت عايزها تحتفظ بيها حتى لو مش معروضة عندك في المشروع بتاعك، فبتشيل الشيك وتقول له اوكي، بيشيلهم وينزلهم. حتى بص لو دخلت في هنا في الريسايكل بن هتلاقيهم موجودين، تمام، هو بيوديهم على الريسايكل بن. بس دي كانت ده اول ما هتلاقيه في البرنامج على طول، في الوش بتاعك على طول كده، كل القوائم دي. طبعا زي ما قلنا هنا دي هنا الخاصة بالاوبجكت، كل الاوبجكت هنا محطوطة، انت اللي احنا قلنا هنا بتجي من هنا، سيف واوبن ونيو والكلام ده كله، اندو، وهنا البريفيو، وهنا البيلد، يعني كل الاختصارات هنا هتلاقيها برضه هنا. هنا طبعا البروجكت اكسبلورر، اي حاجة بتعملها، اي بيج بيضيف، اي دايلوج بيضيف، يعني هنا مثلا دي هنا اسمها بيج 1، تمام، يعني هو بيقول لك ده البروجكت بتاعك، منسدل عنه ايه بيجز، ادي في مثلا بيج، لو عمل مثلا بيج تاني، يعني مثلا انا هعمل مثلا بيج تاني، فاقول مثلا اد نيو بيج، بيج 2 اهي، فانت بتقلب ادي بيج 1 وادي بيج 2. طبعا عشان الديفولت انا لسه طبعا مش مغير اي حاجه، فانت مش هتعرف تفرق بينهم، هتلاحظه من هنا. في مثلا دايلوج، يعني اقول له مثلا اد دايلوج، تمام، اتحطت هنا، بيقول لك انت عندك في البروجكت بتاعك في بيجز اللي هم 2 بيجز، بيج 1 وبيج 2، هنا هتلاقي عندك هنا الديالوج اللي هنا. طبعا الناس هتستغرب ايه اللي حط البيج هنا ورا الديالوج، مش عارف، لا ده هو بس الا يعني هنا، بس انت بس
يحطهم لك مش كنوع من الترتيب ان هم هيجوا ورا بعض بعد كده، لا ده هو بس بيفتح لك مش بالترتيب ده، بس هو بيفتح لك عشان انت بتتعامل، لكن انت بعد كده من خلال ازرار الازرار والاوبجكت مثلا دي هتربطها بدي، دي هتبقى في الاول، دي هتظهر الاول، دي مش عارف ايه، كل ده انت تتحكم فيه. يعني مش شرط الترتيب ده هو، او ما يعتقدش الناس ان الترتيب ده هو اللي هيطلع لك في المشروع بتاعك. طبعا طبعا البيجز والدايلوج كل حاجة، يعني انت لو ضفت مثلا بوتون هنا تمام، وجيت على بيج تاني ضفت بوتون تاني وهكذا تمام، وهنا التالت مثلا ضفت ملف تكست او باراجراف زي ما بنقول تمام، دي مختلفة عن دي مختلفة عن دي، يعني كل واحد من دول صفة مستقلة عن التاني. ما هو اللي هيربطهم مع بعض، اللي احنا هنقول ان ازاي بتربط، او الاكشنات ازاي بتعمل انتر اكشن من بين البيج دي والبيج دي والبيج دي. فانت ممكن هتلاقي مشروع متكون عندك مثلا من كام، متكون عندك مثلا من ممكن من 10 بيجز وثلاثة دايلوج او حاجة زي كده. فعلى حسب مشروعك وعلى حسب كبره انت بتعمل البيجز بتاعتك او حاجة زي كده، ومن خلال برضه تصميمك واللي انت عاوز تعمل بالظبط بتكيف امورك على المشروع اللي انت عاوزه هتعمله ازاي. يعني في حاجة مهمة طبعا، لو جينا مثلا ده، يعني انا مش هخش ده زر والكلام ده كله، بس ده انا هسميه في درس اول اوبجكت او element، عنصر. بمجرد التحديد بتجيب لك هنا، يعني لو فتحنا كده شوية هنا بيجيب لك البروبرتيز، العناصر، الخصائص بتاعت العنصر بتاعك، اسمه ايه، وممكن تغير اسمه، وده نوع بوتون والتكست اللي عليه وهكذا. كل ده بتتحكم من العناصر، او بتتحكم من الخصائص بتاعت العنصر من هنا، او بشكل بسيط جدا لو انت مش حابب تبص هنا وكل شوية تعمل كده كليك، بنجيب له هنا بروبرتيز، بيجيب لك العناصر، بيجيب لك كل الخصائص بتاعته في شكل، بس شكل جديد بس يختلف عن، يعني هنا السيتنج هتلاقي هنا السيتنج تمام، الاوبجكت نيم والبوتون وكل ده هنا. طبعا ده مش هنتعرض له دلوقتي، بس انا بوضح لك ان الخصائص اللي هنا بتجيبها من هنا تمام. بس طبعا هنشيل بس عشان هنشيل بس عشان الدنيا تبقى واضحة بس، وما نسحمش الناس معانا. طبعا هنا من تحت عشان الناس برضو تكون واعية معانا، دي هنا حاجة اسمها البروجكت سايز، مساحة المشروع بتاعك. يعني هنا مديك، طبعا هو اساسا يعني البرنامج معمول عشان يعمل اسطوانات، فتلاقي اغلب اخرها هنا 750. انا بصراحه يمكن ما جربتش اعمل اكتر من 750، بس مش عارف هل يقبل بعد كده او ما يقبلش. يعني فكل ما تضيف الداتا عندك هتلاحظ ان ايه، هنا الحجم بيزيد على حسب مساحه الداتا اللي انت بتشتغلها في المشروع تمام. ايه تاني يا رب؟ طبعا دي انت بتتحكم فيها مثلا تظهرها او ما تظهرهاش من هنا برضو تمام. يعني انت عندك بروجكت بتشيل، يعني ممكن بتشيل اي حاجه وتوضح وتحطها قدامك او تخفيها زي ما انت عاوز بكل بساطه تمام. قلنا طبعا دي هنا الخصائص بتاعت اي حاجه، يعني زي برضو هنا برضو خصائص اهي تمام. هنا الخصائص بقى، يعني بمجرد مثلا هنا بيجيب لك الخصائص بتاعت الاليمنت ده او الاوبجكت ده تمام. بمجرد ما تعلم على البيج هنا بيديه خصائص البيج. طبعا خصائص البيج برضو ممكن كليك وتدوس بروبرتيز وتجيب خصائص البيج بتاعتك تمام. برضو الدايلوج هنا ده اليمنت، يعني ما بتضغط كده وتجيب له البروبرتيز بتاعته، عايز تجيب البروس بتاعت الدايلوج برضو من هنا او من هنا برضو بروبرتيز. يعني هنا ممكن تجيب البروس بتاعت الدايلوج من هنا، هنا تقريبا مش ظاهرة
بس مش مشكلة يعني، أو بتجيبها من هنا أو من هنا، بتقول له بروبرتيز وخلاص. طبعا في حاجة طبعا مهمة هشرحها دلوقتي عشان برضو ما تفلتش مننا. البروجكت انت بتتحكم في الخصائص، انا هشرح من دي كلها بس دلوقتي، بس دلوقتي يعني هشرح السيتنج اللي هي الاعدادات بتاعت المشروع بتاعك. لو دخلنا هنا على السيتنج، هنا طبعا اسم المشروع بتاعك، الويندوز تايتل ديتيل ديزاينر موفابل او اولويز ان توب، يعني ايه يعني بيتحرك مشروع. انت لو خدت المشروع كده بتحركه يعني. انا طبعا هنحوس هناك بس كده بالراحة عشان تكون بس ملاحظة يعني. هنا دلوقتي انا بروح واجي في المشروع زي ما انا عاوز، تمام. لو هنا اولوز اون توب، ولو شلت دي يعني هنا هيفضل دايما هو توب، حتى لو شغل اي حاجة تاني على الديسكتوب بتاعك، تمام. هنا موبايل دي مثلا لو شلتها، قلنا مثلا هات اف 5 برضه معينة، مش ما تقدرش تحرك، تمام. بس هنا اولز اون توب ده يعني خليه دايما هو الديسكتوب، يعني هو اللي باين عندك، او هي النبذة النشطة حتى لو شغال اي حاجة تاني، تمام. اهم حاجة عندنا الدايمنشنز. الدايمنشن طبعا طول وعرض المشروع بتاعك بيتحكم فيه من هنا. طبعا هنا بيديك طبعا مقاسات ثابتة، التيني مع المينيو بار، طبعا ده اسمه هنا مينيو بار، تمام، سمول وهكذا وهكذا. انت ممكن تعمل كاستم مع نفسك، بتحدد هنا يعني. مثلا لو قلنا مثلا انا بس عشان بس اوريك الفرق، يعني مثلا قلنا مثلا دي 500 في 100، قلنا اوكي. شوف حجم البتاع صغر المشروع، طبعا ده هنا لون اللي بره ده مش من ضمن يعني المساحة دي كلها، هنا مش من ضمن. طبعا انا هغير لك اللون بس بتاع المشروع عشان بس يكون واضح دلوقتي. لو جينا مثلا هنا في الستايل بتاعه، هات كده في كلر، لا احنا دي هنا في البيج، انا هغير لك بس لون البيج كده، خليها مثلا كده. ده هنا المشروع بتاعك، تحديد المشروع بتاعك. كل ما بعد كده ده كله برضه مش من ضمن، ما يخشش في المشروع بتاعك. يعني انت لو عملت معينة كده continue، ده هنا المشروع بتاعك، دي مساحة المشروع بتاعك. طبعا احنا زي ما قلنا، زي حددناها من هنا، قلنا 500 في 100، هدي مثلا كبرها او بصغرها زي ما انت عاوز، تمام. بعد كده هتيجي هنا الستايل المشروع بتاعك. يعني ايه الستايل؟ يعني الستاندر، يعني نافذة زي اي نافذة، تمام. لو هي بوردرد، يعني عملنا كده هتلاقيها كده، هتلاقيها بوردر، ملهاش منيو بار، ملهاش اغلاق وكده يعني، تمام. هنا طبعا هنا فلات يعني بدون اي حاجة يعني، برضه مشكلة كل شوية لازم نعمل بريفيو عشان بص. دي طبعا بتنفع في الحالات لو انت مثلا عامل هنا زر اغلاق وكده يعني على حسب ذوقك طبعا. فده برضو الفلات، تمام. بس هنا دي بس ما جربتهاش، بس اكيد بتدي له كلر. يعني لو دوسنا كده وقلنا F5، طبعا مش عارف في حاجة هنا. بتدي المساحة التانية كلها كلر تاني، وكأن زي ما تقول بيعملها فول سكرين، ويدي الخلفية بكلر تاني يختلف عن الديسك توب بتاعك، تمام. دي هنا حاجة خاصة لو عايز تعمل أيقونة، شكل أيقونة معين. يعني دايما المشروع بتاعك لما بيطلع بالديفولت بتاعك بيطلع
بياخد الايقونه دي. لو عايز تغير ايقونه بتغيرها من هنا، تغير ايقونه. بعد كده هنا التاسك بار بيقول لك استاندرد، ولا يعني بعد، يعني اول ما تصغر المشروع بتاعك بعد كده بعد ما هتطلعه على الديسك توب، عايزه يبقى نافذه طبيعيه بيصغر ويتكبر عادي، ولا في السيستم تري ينزل في السيستم تري عندك من تحت، او هيدن او هيدن مخفي بس. بعد كده دي حاجات خاصه بالسيمز وكده. بعد كده نيجي هنا للفيرجن، هي هنا ممكن بتظبط اعدادات المشروع بتاعك، بتظبط البيانات، بتدي له اسم وتدي له مش عارف الكامباني نيم، مش اسم الشركه، وكل دي وكل دي البيانات بتاعت المشروع بتاعك. الادفانتج او الادفانسد دي حاجات خاصه بالميموري، وحاجات خاصه يعني حاجات خاصه بالادمنستريتور، يعني لو عايز تعمل تحدد ان المشروع بتاعك بيتطلب اذن ادمنستريتور بالنسبه للجهاز بتاع الويندوز، كل ده بتحكم فيه من هنا. بس حاجات بعد كده سكينز والحاجات دي برضه مش مهمة أوي، بس أهم حاجة دول التلات حاجات دول. تمام. بس يعني فأنا مش عايز أتعمق دلوقتي، بس أنا وضحت لك كل حاجة، إيه اللي في الشاشة، إيه ده كله اللي في البرنامج. فسهل سهل إن شاء الله بدون أي حاجة، يعني مفيش أي مشاكل فيه طبعا. في حاجة حلوة هنا في البرنامج الديبندنس. تمام. هنا بيقول لك مثلا، يعني انت لو عايز مثلا المشروع بتاعك في بعض الاحيان انت في حاجات ابلكيشن، او في حاجات او ما تفتحها بتحملها، بيقول لك مثلا انا عايز مش موجود عندك الكونك تايم، ما عندكش مثلا الريال بلاير، ما عندكش كذا، عندكش كذا، عندكش كذا. فانت متحكم في المشروع بتاعك اللي يفتحه، يعني انت مثلا بتقول له ايه، اعمل لي هل مثلا موجود عنده مثلا الادوب اكروبات ريدر 4 فما فوق. يعني انت لو حددت هنا معناه ان المشروع بتاعك مش هتفتح عند اي حد تاني غير لما يكون عنده ده. تمام. ادوب فلاش انترنت وهكذا يعني. تمام. بس هنا مثلا بتتحكم فيه، يعني انت مثلا لو شيكت على ده قلت له مثلا ما تشغلش البرنامج غير لما يكون مثلا الشخص ده عنده ادوب اكروبات ريدر. تمام. هنا بيقول لك مثلا ايه الاسم بتاع البرنامج، انت ممكن بتغيره. تمام. والفيرشن مثلا ممكن بتحدد، يعني انت ممكن تتحكم في كل حاجه. تمام. هنا وهنا بيقول لك مثلا الرساله اللي هتظهر له، يعني يا ريت مثلا تحمل النسخه الاخيره. هنا بيقول لك كليك هير تو داونلود كذا، داونلود طبعا من الموقع. يعني احنا ممكن بكل بساطه تحرف ده كله وتكتب اسم الموقع بتاعك، مثلا لو في مثلا برنامج معين مثلا انت عايز تحمله، عايز تخلي الناس تشوفه من الموقع، او مرتبط بوجود او يشتغل المشروع بتاعك، بتحدد من هنا واسم البرنامج وكذا، وكل ده ممكن تعدله. تمام. هنا بيقول لك الديالوج اللي هتظهر بالنسبه للمشروع، بالنسبه للي هيشتغل المشروع، اللي هيفتح اللي هيشتغل على المشروع بتاعك، بيقول لك الويندوز تايتل للرساله اللي ممكن تكتبها اول ما المشروع بتاعك مش هيلاقي اي برنامج من دول. فانت بتتحكم هنا اسم، هنا عنوان الرساله، هنا التكست بتاع الرسالة، بس كونتينيو والهيلب والكلام ده كله، تحط ده كله هنا زي ما انت عاوز. لو تحط مثلا لو عايز مساعدة هو يحوله مثلا على صفحة HTML انت بتحطها هنا وكده. يعني دي حاجة حلوة جدا ممكن تستخدمها انت في بالأفكار تستخدمها في المشروع بتاعك. طبعا ده كل بعد كده الاوديو والحاجات الاكشنات والستارت مود دي طبعا مش وقته دلوقتي. هنا طبعا قائمة هيلب، اهم حاجة واغلب الناس بتغفل على المشكلة دي، ان بتنسى حاجة اسمها اليوزر جايد. اليوزر جايد هنا
اهم في كل شرح لاي حاجه ممكن تخطر لك على بال. تمام، يعني هنا جايب لك كل حاجه طبعا، بس اللي عنده لغه انجليش كويسه ممكن مثلا لو هات مثلا ده الستارت اب موفيز، بيقول لك دي تعمل كذا وكذا وتعملها ازاي وديك بالسيتنج وهكذا، وتقول لك انواع الملفات اللي تحطها وهكذا. طبعا ده كله عايز بس واحد يكون عنده لغه انجليزيه كويسه، فيعتبر شرح البرنامج كله في اليوزر جايد. لو انت عرفت خدت بالك من يعني انا بسميها زي اللي عنده كنز ومش واخد باله منه. اليوزر جايد ده مهم جدا لما تحوس في اي حاجه ومش عارف تعمل فيها ايه، ممكن باليوزر جايد يحلها لك، وتفهم تفهم حاجات ممكن ما تفهمهاش من اي مكان تاني. طبعا اوتو بلاي من الاستوديو هيلب ده برضو الهيلب بتاعك، واليوزر جايد برضو. بعد كده الهوم بيج ده بيفتح لك موقع الرسمي، والفورمز ليهم فورم ليهم منطقة خاصة بالاوتو بلاي. شيك فور ابديت لو كان في ابديت وانت عايز تشيك عليه. طبعا لو الناس مستخدمين الكراك ومش عارفين ممكن تضرب النسخة منهم وهكذا، فما يعملش الحتة دي غير واحد يكون مأكتف البرنامج صح ورسم بشكل رسمي. about اوتو بلاي طبعا انا محمل اخر اصدار، بتجيب لك المعلومات بتاعتك وهكذا. طبعا في ناس هتقول لي طيب وليه الدرس التقيل ده في الاول؟ لا، هو تفهم يعني انا من انصار انك تفهم الحاجه حته واحده وتاخدها في شكل معلومات حته واحده، عشان لما تحس كده يعني تحس ان دماغك فيها معلومات كبيره، فتتعود بعد كده على شغل انك تتقلك اكتر من معلومة في كمية دقايق قليلة. فطبعا كل ده انا اللي شرحته، بس ما هو يعني طبعا انا مش استحالة استحالة اي حد يشرح لك كل حاجة في البرنامج. انا بدي طبعا يعني اخر حتة بتاعت الديبندنس دي انا يعني ما كنتش مفروض اذكرها دلوقتي، بس قلت لك عشان ممكن تعمل منها افكار جامدة يعني. لكن البرنامج انت طبعا لو هتتصفح فيه وتخفي وتظهر هتشوف ايه اللي يتغير عندك، وايه دي وايه دي وايه دي. طبعا اهم حاجه بس انك تفهم القوائم دي بتاعت ايه. يعني انت لو فهمت دي بتاعت ايه هتريح نفسك، يعني حتى مش شرط تعرف كل حاجه في البتاع ده الا طبعا يعني بوقتها يعني، لكن تفهم القايمه دي اجيب منها كذا، دي بتعمل لي خصائص بتاعه الصفحات، دي خصائص مثلا الدايلوجز، دي خصائص دي ما دي ما ده هنا خاص مثلا ب مثلا المحاذاه وهكذا. فاهم حاجه انك تفهم البرنامج هيشتغل معاك ازاي، او تعرف تمشي في البرنامج ازاي بحيث انك ايه ما تتعبش يعني. طبعا اهم حاجه ولازم اقولها انك كل ما تكون بتعمل برنامج بتعمل مشروع كبير، طبعا هنا اخر حاجات اللي فتحتها هنا، لما تكون بتعمل مشروع كبير ما تنساش هتدوس كل شويه سيف، لان ممكن لا قدر الله البرنامج يهنج منك، مثلا الجهاز يهنج منك، الكهرباء تقطع عنك، حاجه زي كده. انت كل شويه تفتح سيف وتدوس يعني كل ربع ساعه او حاجه زي كده طبعا، عشان ايه ما يضيعش كل شغلك، خاصه لما تكون شغال في مشروع كبير او كده يعني. تمام، حاجه بس عشان برضو نسيت ما انساهاش برضو البريفرنس. تمام، هنا بتظبط البرنس او اعدادات البرنامج ازاي يشتغل معاك. طبعا في حاجات خاصه بالببلش، انك ده طبعا متخصص ممكن يحرق على سي دي او دي في دي، بيتحكم لك هنا في سرعه الحرق. طبعا بيقول لك هنا البريفيو مثلا، عايز مثلا لو في مثلا الكونفيرم بتشيك عليه، يعني انت لما بتعمل مثلا بريفيو الكونفيرم بتقول اه كونفيرم ومش عارف مينمايز، يعني كل ده بيتحكم هنا. طبعا اوبتمايز لوحده بيعمل اوبتمايز للريسورس بيفور برضه، يعني كل قبل ما يعني الحركه بتاعت انك بتشوف الحاجات الاعدادات او الالمنت الزياده هو بيعملها
لوحده لو شيكت هنا اوتوماتيك. طبعا حاجات طبعا هنا خاصة بالكودينج والدوكيومنت شو دوكيومنت وكل ده، والفولدرات هو بيحط الترم وملفات التيم بتاعته فين تحددها له. الاوبجكت انت عايز مثلا ايه، ديفولت اوبجكت فونت، عاوز ايه الفونت، يعني انت مثلا لو في فونتات بتتكتب مثلا على اي اوبجكت او اي element بتتحكم هنا بتقول له الفونت كذا عشان الديفولت يعني. طبعا انت بتراقب يعني البنات بيحاول يساعدك بدل ما تعمل حكايه اكتر مره وتغير فونت شويه، انت بتحددها من هنا لو عايز. كل طبعا element من دول ممكن يتكتب عليه كلمه او اي حاجه، فانت بتحدد مسبقا الفونت اللي انت عاوزه بقى هو الديفولت بتاعك. طبعا ميزة البرنامج اهم حاجة فيه خاصية دراج اند دروب، تسحب وترمي تسحب وترمي، يعني دي سهلة جدا خاصة يعني لو بوتون، يعني اوريها لك. يعني هنا لو مثلا لو في مثلا بوتون كده، فبكون انك بتمسك كده وترمي تحط البوتون وهكذا، ملفات فيديو ملفات مش عارف ايه، كل ده اسمه دراج اند دروب، سهلة طبعا. الريسورسز بريفيو والكلام ده كله، وبعد كده السكريبت الاولى خاص بالاكشن سكريبت، سبيل تشيكر يعني لو بتعمل بيعمل معاينة للسبلينج بتاعتك ويصحح وكده، ستارت اب لو الشاشة اللي في الاولانية خالص بيقول لك شو ويلكم دايلوج، الشاشة ترحيبية ولا على طول بتفتح اللاست اوبجكت ده كله تمام. لو في مثلا شو التمبلت بيوضح لك التمبلت اللي في الاول بتختارها طبعا. ابديتس انت بتتحكم مش عايز اوتو ابديت، فممكن بيجيب لك طبعا هو رسالة لو في ابديت جديد، بيجيب لك طبعا رسالة يقول لك في ابديت كذا، انك ممكن تشيل دي عادي. بعد كده بعد ما تظبط كل الاعدادات دي يعني هنا هنا مثلا بيقول لك مثلا العناصر، العنصر مثلا اللي معمول عليه سيليكشن هيبقى مثلا لونه ايه، العناصر اللي مثلا معمول يعني جروب مع بعض يبقى اللون اللي حواليهم ايه وهكذا، والبند والكلام ده كله بتتحكم فيه من هنا. بتتحكم فيه من هنا السيم بتاع بتاع المشروع بتاعك بتتحكم فيه، يعني لو اوفيس او مش عارف لو اوفيس 2000 اوفيس اكس بي 2003 ود بي او حاجه زي كده، كل ده بتتحكم فيه. الدوك بانل برضو بتتحكم فيه برضو، يعني ده ممكن يا اما انت بتغيره يدوي يا اما هنا بتغير اوتوماتيك من عشان ايه ما تتعبش كل شويه وتغير لو بتعمل لو انت ليك ستايل محدد او كده يعني. وجريد سيم برضو الجريدات سيم بتاعها ايه وهكذا، بعد ما تخلص بتدوس له اوكي زي ما انت عاوز. هرجع تاني واقول وانبه زي او قلتها في الانترودكشن، زي ما احنا شايفين البرنامج، يعني انا وضحت في الاول خالص ان البرنامج مساحته 49، في ناس هتستهي في المساحة لك ايه تسعة ايه برنامج مساحته 49 ميجا، لا اتعلم ان في حاجات برامج مهما صغرت من مساحتها بصراحة بس بتعمل شغل جميل جدا جدا جدا، فمتحكمش على البرنامج غير لما تجربه وتشتغل بيه، ده أول حاجة. تاني حاجة مهمة جدا يمكن نبهت عليها في الانترودكشن، ان البرنامج زي ما احنا شايفين ابداع التصميم بتاع فيه متاح لك لدرجة يعني لدرجة كبيرة جدا، يعني احنا كل اللي معانا بس ان انت في اختيارات بتحددها وكذا وكذا، لكن كل شغل 80% من شغل البرنامج اللي هيطلع على حسب شغلك انت وفكرك انت وابداعك انت مش امكانيات البرنامج. صح صح البرنامج له حدود او ليه وليه سقف حدود وليه امكانيات ما يقدرش يعمل غيرها، بس انت برضو عندك امكانيات ممكن تعمل برنامج حاجات مهولة افكار، ما دام عندك فكرة ممكن تعمل برنامج اللي ما يتعملش.
حاجة برضو أخيرة أنبه عليها، البرنامج زي أي برنامج بتنزله إضافات وتنزله مش عارف كذا وأزرار كتير وخلفيات وأصوات ومش كل ده بتنزل، طبعا في منها المجان وفي منها مش المجاني، هندور إن شاء الله على حاجات مجانية ونعرضها لكم في الموقع إن شاء الله. مش مجاني هنقول والله في يعني إشارة إن في كذا كذا كذا، وممكن تشوفوه من خلال بحثكم على الويب أو أي حاجة زي كده. متهيألي صح، هو الدرس الأول طول شوية، احنا هنسميه تحت مسمى واجهة البرنامج أو يوزر انترفيس أو حاجة زي كده. طبعا طبعا انا ما يمكن في حاجات ما قدرتش ابينها، بس انت من خلال المحاضرة يعني حاول تاخد على البرنامج انك تقعد مع البرنامج وتشوف دي بتاعتي ودي كذا وكذا وكذا، ولو ممكن اكون انا مثلا في يعني في حاجة اعرفها او حاجة زي كده بس ما الذاكرة ما اسفتنيش عشان اذكرها، فانت ممكن لو في حاجة مش واضحة في مثلا برنامج او حاجه في القائمه مش واضحه، او حاجه مش واضحه في او ما فهمتهاش من الفيديو اللي انت بتشوفه ده حاليا، بتكتب رد والله في كذا في قائمه كذا مش عارف دي بتعمل ايه، او تعمل سكرين شوت وتحط قول انا والله في كذا دي ما عنديش كذا الخيار ده كذا الخيار ده كذا وهكذا، وان شاء الله هنقدر نفيدك بحيث انك تبقى فاهم كل حاجه. معلش طولت عليكم، وهي صح في الأول كده الزقة بتكون صعبة شوية، لكن إن شاء الله لو هتشوف الفيديو مرة واتنين إن شاء الله هيركز في كل حاجة إن شاء الله. أشوفكم على خير.